ينضم إلينا من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف، كيف تتحضر لندن لوداع الملكة إليزابيث الثانية والاستقبال نجلها تشارلز الثالث؟ نعم، اليوم يوم حزين بامتياز في بريطانيا. هناك حشود بدأت تتوافد على قصر باكنغهام للتعبير عن حزنها وتقديرها للملكة الراحلة، رغم أن الملكة لم تصل بعد إلى هنا. بالطبع وفقا للتقاليد الاسكتلندية، لأن الملكة توفت في اسكتلندا، فسيتم نقل الجثمان أولا إلى هوليرود مقر البرلمان الاسكتلندي، ثم سينقل إلى كاتدرائية في إدنبرا عاصمة اسكتلندا، بعدها سينقل عبر القطار الملكي ومرورا بمدن الساحل الشرقي للمملكة المتحدة حتى يصل إلى لندن. سيبقى الجثمان في غرفة العرش هنا في قصر باكنغهام حتى تبدأ مراسم الدفن والإجراءات المتبعة التي وردت في التقرير. من المهم أن نشير هنا إلى أن الحكومة البريطانية أوقفت معظم ما تقوم به من أعمال وجمدت الكثير من الإجراءات حتى يتركز فقط الاهتمام والعمل الإعلامي والتركيز الإعلامي يكون موجها فقط للتعبير عن مشاعر الحزن والحداد على وفاة الملكة. البرلمان كان يفترض أن يبدأ أعماله في 9 صباحا، ولكنه سيبدأ منتصف اليوم بعقد جلسة بالطبع ستشارك فيها رئيسة الوزراء ليستراس، وستكون مخصصة بالكامل لتأبين الملكة، وسيلقي النواب كل منهم كلمة لرثاء الملكة وتأبينها والتعبير عن تقديره لها. الجلسة ستستمر حتى 10 مساء. ستطلق 96 طلقة في لندن، طلقة مدفع في لندن، وذلك للتعبير عن 96 عاما التي عاشتها الملكة والتي أمضت في على عرش بريطانيا أكثر من 70 عاما. مساء هذا اليوم سيلقي الملك تشارلز الثالث خطابا متلفزا للأمة البريطانية. بالطبع سيكون من ضمن ما يتضمنه هذا الخطاب رثاء لوالدتي أولا، ثم تعهد بتكريس حياتي لخدمة بلادي وخدمة شعب بريطانيا. كانت أمه الملكة إليزابيث الثانية قد ألقت ما وصف في كلمة متلفزة أيضا في الأربعينيات من القرن الماضي، ألقت ما وصف بأنه دستور عمل العائلة المالكة منذ ذلك الحين، وهي قالت فيه إنها تتعهد بأن تكرس حياتها سواء طالت أم قصرت لخدمة الأمة ولخدمة العائلة المالكة ولخدمة دول الكومنولث. نعرف بالطبع أن إليزابيث والآن تشارلز ليس رأس الدولة في المملكة المتحدة فحسب، بل هو رأس الدولة في 36، هو رئيس الكومنولث الذي يضم 36 دولة، ولكنه رأس الدولة الفعلي في 15 دولة، أهمها بالطبع أستراليا ونيوزيلندا وكندا وغيرها من الدول التابعة للتاج البريطاني حتى اليوم. بالطبع بعد وفاة إليزابيث التي كانت تتمتع بشعبية في هذه الدول، ربما تتعالى من جديد الأصوات المطالبة بإنهاء الملكية والانتقال إلى الجمهورية خاصة في خارج المملكة المتحدة، ولأن الملك تشارلز لا يحظى بنفس الشعبية ونفس التأييد ونفس التأثير التي كانت تتمتع بهم أمه الملكة إليزابيث الثانية. على كل حال سيقرر الملك تشارلز اليوم مدة الحداد وطبيعة مراسم الجنازة التي ستدفن خلالها والدته، وكل ذلك سيجري بعد التشاور مع المختصين في بلاطه ومع كبار المستشارين في قصر باكنغهام الملكي. من لندن مراسلنا أشرف سعد، شكرا جزيلا لك.